بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سبطه الصادق الأمين الإمام جعفر بن محمد الصادق، والأئمة الباقين الطاهرين، لا سيما حجة الله على العالمين الحجة بن حسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم هذه الذكرى الطيبة الطاهرة الميمونة، ذكرى استقبال الذكرى السنوية لميلاد النورين والصادقين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام المعظم الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام، سائلين العلي القدير أن يجعل هذه المناسبة مناسبة خير وبركة، وأن يرفع بها الهم والغم والكربة والبلاء والأسواء عن جميع المحبين والموالين. من أصعب المواقف التي يقفها الإنسان أن يقف بحال يحمل مشاعر متضادة، كما في موقفي هذا، حيث أحمل مشاعر الفرحة والسرور والسعادة والبهجة لاستقبال هذه الذكرى الطيبة التي طالما استقبلناها في هذا الجامع وفي هذه الليلة المباركة، وخصوصا وأنها أيضا توافق ذكرى افتتاح هذا الجامع العظيم قبل 21 سنة مضت. فهذا الجامع جمعنا كثيرا مع العديد من المؤمنين والمؤمنات في هذا الرحاب الطاهر، فلهذا نحن نعيش فرحتين وليست فرحة واحدة، ويا لها من فرح، ولكن في نفس الوقت بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استقبلنا هذه الفاجعة في رحيل والدتنا العزيزة، وإن العيلة تدمع والحزن والقلب يحزن، ولكن نقول لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولعل من سعدها أن تعرج روحها في أجواء هذه المناسبة. وأنا أعتبر هذه الليلة من حسن توفيق هذا الجموع وهذا الحضور من المؤمنين الكرام والمؤمنات والذين تفضلوا وقدموا هذه المشاركة لصلاة الهدية والدعاء، أنا أعتبره هذا من التوفيقات الإلهية. أسأل الله أن يجعلني إن شاء الله بارا بها إن شاء الله من خلال بركم أنتم إن شاء الله وتكريمكم. على كل حال، مهما مرت علينا المشاعر المتضادة، ولكن يبقى أن مناسبات أهل البيت هي الحاكمة على كل المواقف وكل المشاعر، مهما كانت المواقف الشخصية التي نمر بها، تبقى أن مواقف وذكريات أهل البيت مقدمة علينا، سواء كانت مواقف وذكريات فرحية أو ذكريات حزنية، دائما نقدم مناسبات أهل البيت. لهذا في هذه الليلة أعتذر من الجميع أن أستقبل منهم التعزية في هذه الليلة، أريد أن أعيش ذكرى استقبالي التبريكات لهذه المناسبة الطيبة الميمونة، وإن شاء الله غدا نستقبل تعازيكم بإذن الله عز وجل.